ما تاكلي هم؟ شو ما أكل هم؟ يعني بدي ساعدك. أنا بالأول بدي شوفه لماجد وقابله، وبعدين بجي وبحكي لأبوكي حسب العادات. عمتي شكراً كتير إنك رح توقفي جنبي، بحبك يا أظرف عمي. تسلميني يا عمتي الحنونة، تسلميني. إيه؟ روقي شوي رح موت. طبعا مثل مو شايف، هو ما طلب عينات. قسم من البضاعة رح يكون عنا بعد يومين. بتحب تسمعني وقت تخلي الصفن؟ عفوا بعتذر. لو عرفت بشو واقع بتعذرني. بعرف شو مشكلتك، قصة زواجك من نيفين مو سهلة. وانت هالخبر من وين عرفته؟ نور حكت لي القصة. يا فرحتي. يعني فكرة انك تنجبر على زواج مو منطقية، انا فهمان عليك. ما عم افهم حالي او استوعب. من جهة بفكر بعيلتي، ومن جهة ناريمان. شلون بدي اشرح لموقفي؟ ما حدا بيتمنى يكون مكانك، بس هلأ مشي أمورك وشرح لها بعدين. مستحيل، ما بقدر. حاولت أكتر من مرة إلا بس ما قدرت أعملها، لأنه هي بنت بسيطة كتير وبريئة، وفكرت أني بدي هد كل أحلام اللي بنتها بكلمة مني رح تجنني جواد. وبتعرف شو الأبشع منه؟ إنه رح خيب أملها اللي حطته فيه. إيه القصة بدها رواق. يعني أول شي تخطى هالفترة الصعبة وبعدين بتحكي كل شي لناريمان؟ لا ما بقدر. لو شو ما كانت النتيجة تكون، ناريمان ما بينضحك عليها وما بقدر كذب. أول ما أشوفها رح أحكي لها كل القصة، وإذا بتحبني فعلا وما بتقدر تبعد عني بتقدر وضعي. أرجي أغلو، ما بدي أنزع حلمك، بس وين سمعت إنه في ست على وش الأرض بتقبل بهالحكي؟ المفروض تكون جاهز لأي موقف. ممكن نلتقي اليوم؟ شوفها وانت تمنالي التوفيق. موفق ان شاء الله.